رادي هدف الفريق بثمانية أهداف، يخاد الملعب دون أن يمارس هوايته التهديفية في هز الشباك. نعود للدقائق الأخيرة، 75 لاعب من هذا اللقاء، التعادل السلبي مستمر. فعلها في مرمى روما وكان هدف الفوز، يتخلص من رقابة دفاع ريجينا ويسدد الكرة داخل الشباك. إذا فريك يعلن عن تقدم السيانة، يتحد لحاجز التعادل السلبي، يكسر صمود دفاع ريجينا.